السلام عليكم. غادي نشوفو في هذا الفيديو هذا لا كوريكسيون ديال ان اكزرسيس دو بلانيفيكاسيون اللي تحط في لي زاني لي ديرنيير زاني في لي زيكزامان ديال فان دو فورماسيون غروزور. هذا واحد الاكزرسيس ديال لا جيستيون دي كورب دو برودكسيون ديال الكورب دو ستوك دو ستوك كورب دو فابريكاسيون اي كورب دو بوز. اذا نشوفو دابور شنو هما لي دوني اللي عندنا. On prévoit la préfabrication de 120 voiles en béton armé avec 4 moules disponibles sur chantier. On va faire 120 voiles préfabriquées. En utilisant 4 moules, 4 moules sur chantier. On va faire la pose de la préfabrication. On va faire la pose de la pose. La pose doit commencer le jour J plus 61. J plus 61, il faut dire que J est le jour de départ des travaux, les travaux, la pose. Au matin, il se termine le jour J plus 90. Le temps de séchage avant démoulage est estimé à 2 jours. Il faut dire que le voile. من المول من القالب حتى دوز يومين. يعني مثلا عملنا الفابريكاسيون اليوم حتى من بعد غدا عاد نقدروا نعملوا الديمولاج باش نستعملوا داك المول في 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 اون اوتر بيس. لو طون دو دورسيسمون افون بوز اي دو 5 جور. وعاد خصنا ملي نعملوا الديمولاج ملي نعملوا الديكوفراج نستناو 5 ايام ديال الدورسيسمون باش الليمون يكون واجد وممكن اننا نحطوه في بلاصتو نعملوا له لا بوز. Et dans le travail demandé, calculer la durée de pause, on déduire la cadence de pause, calculer la cadence de fabrication, on déduire la durée de fabrication, déterminer les dates de début et de fin de fabrication, calculer le stock maximal et construire les courbes de production. Les trois courbes, courbe de pause, courbe de fabrication et courbe de stock. D'abord, on va résumer les données. On a une voile, on a 4 pour la préfabrication, mais on a 2 jours de séchage. يعني ماشي اللي عملناها غد اليوم غدا نقدروا نديموليوها ونستعملوها من جديد. لا خصنا نستناو 48 ساعة. دورسيسمون 5 جور اي بيريود دو بوز من جي زائد 61 حتى جي زائد 5. اذا نبداو لا كيستيون 1. لا كيستيون 1 كالكولي لا دوري دو بوز. لا دوري دو بوز مي غادي نجيبوها. قالوا لنا الخدمة غتبدا ولا لا بوز غتبدا في جي بلوس 61 او ماتان وغتسالي في جي بلوس 90 au soir. Yani le jour 61 d'après, le jour 90 d'après, il y a quand même la différence. J 90 n'a pas J 61 زائد 1. Je vais dire 1. Je vais dire qu'il y a un peu de plus. Il y a un peu de plus. Alors que le jour 61 d'après, il y a un peu de plus. Il y a un peu de plus. Il y a un peu de plus. Je vais dire qu'il y a un peu de plus. Il y a un peu de plus. Il y a un peu de plus. J زائد 90 ناقص J زائد 61 حتى لو جور رقم 61 كيتنقص. وحنا لو جور 61 داخل عندنا في الخدمة إذا خصنا نزيدوه ألوغ جاتنا 30 يوم. لا كيستيون تاني ساهل. قالوا لنا نستنتجو لا كادونس دو بوز يعني الريتم اللي كنعملو به لا بوز يعني شحال ديال لي زيلمون اللي كنعملو لهم لا بوز في نهار واحد. شنو عندنا حنايا؟ عندنا 120 إليمون ياك 120 فوال غادي نعملو لهم لابوز في 30 يوم. اذا لا مويان شنو غتجينا؟ 120 فوال مقسومة على 30 يوم غتجينا 4 ديال لي فوال في النهار. هادي ساهلة. اونسويت قالو لنا كالكولي لا كادونس دو فابريكاسيون. اذا لا كادونس فابريكاسيون شنو غادي ندير؟ عندنا قالو لنا عندنا 4 ديال يعني نورمالمون نقدرو نكوليو نقدرو نقادو البيطون ديال 4 ديال في نهار واحد ولكن ما غيوجدوش الغدا. يعني ما نقدروش كنقولوا كنقادوا 4 العناصر في النهار كنفابريكيو 4 العناصر في النهار. علاش؟ حيت خصنا نستناو يومين يعني نستناو حتى بعد غدا عاد كنعملوا الديكوفراج عاد في ديك النهار اللي نقدروا نعملوا الكولاج ديال 4 اخرين. يعني كنقادوا 4 العناصر في كل يومين ماشي في كل نهار. 4 العناصر في كل يومين. اذا فحال اللي كتبت هنا عندنا 4 مول مي اون نو بو با فابريكي 4 فوال بار جور باسكو لو سيشاج افون ديمولاج نيسيسيت 2 جور. Ainsi, on peut fabriquer 4 voiles par 2 jours. Yani, on peut faire 4 voiles par 2 jours. Et on peut faire juste 2 voiles par 2 jours. Et on peut faire le moyen. On a 2 voiles par jour. 4 voiles par 2 jours, il y a 2 voiles par jour.
La question suivante, on va constater la durée de fabrication. Il حنا قلنا ان الكادونس ديال الفابريكاسيون بحال اللي كنعملوا جوج ديال العناصر في النهار ياك اذا اذا خدينا داك العدد العناصر اللي عندنا اللي هو 120 وقسمناهم على جوج في النهار غتجينا 60 يوم غتجينا 60 يوم غير خصنا نزيدوا واحد القضيه بوندون لا فابريكاسيون اون في لو مولاج دي 4 فوال ان جور سور دو جور يعني نهاريه نهار نهار كنعملوا ديكو المولاج الكولاج ديال البيتون نكوفريو البيتون ونهار ما كنعملوش كنستناو سي تادير اون مول لي فوال لو جور 1 يعني مثلا في النهار الاول غادي نعملو المولاج النهار الثاني ما غنعملو والو النهار الثالث غنعملو المولاج ديال العناصر الجديده حيت غادي نكونو في الصباح عملنا الديكوفراج لا ميم شوز في النهار الرابع النهار الخامس يعني نزيدو يعني نهاريه نهار لا حتى النهار رقم 59 من نهار واحد حتى النهار رقم 59 هي غتلاحظوا تتاكدوا منها هي 30 يوم و 30 في 4 هي 120 غير هما هاد العناصر الاخرى اللي غادي نعملوا الكولاج ديالهم في النهار رقم 59 ما غادي يكونوا واجدين يعني ما غادي يبسوا نعملوا لهم الديكوفراج حتى من بعد دوجور يعني حتى من نهار 61 يعني نقدروا نقولوا بان لا دوغي دو فابريكاسيون بما فيها اي كومبري لو سيشاج اي دي مولاج ماشي هو 60 يوم هو 61 يوم حيت غنستناو لو ديكوفراج ديال هاد العناصر هادو صافي مزيان La question suivante, 3-5, je vais déterminer les dates de début et de fin de fabrication. Yani, arfin les durées de les deux, arfin la durée de durcissement, quand on a besoin d'un fourrage ratbuda ou fourrage radit sali la fabrication. En fonction de le jour J. D'abord, le pose arfin, yani arfin le pose, le jour J, il y a un peu de temps, il y a وغادي يسالي في النهار 90 ولكن الفابريكاسيون عارفين ان لا دوري ديالها هي 61 يوم ولكن بالمقارنه مع لو جور جي فوقاش غادي تكون فوقاش غادي تبدا وفوقاش غادي تسالي الوغ كنستعملوا بواحد لا كورب هذا شوفوا هاد لا كورب هذا عندنا اللي كنا عارفين في الاول هو ان لا بوز غيبدا في جي 61 وغادي يسالي في جي 90 ياك وهاد لا باغ هادي كتمثل la durée de 2 pauses, li hiya 30 yom. Wa arfin bi anna bien sûr fabrication ghatkoun bdat qbel le pause hayt kanamlou la fabrication ad le pause ou kikoun bainatoum wahed lwaqt mushtarak bach yajbou wahed lwaqt, kikoun bainatoum wahed chevauchement, arfin anna la fabrication la durée diala hiya 61 yom. Walakin baqi ma arfin chi fouqash ghat tibda, yani had la data nchoufou bach jwarnaha, ou fouqash ghadi tsali. Wa arfin bi anna li kikoun andna le rythm, la cadence diala le pause asra' بلا كادونس ديال الفابريكاسيون يعني البوز كتستنى اللي كيتحكم لنا في لا دات فينال هما لي ديرني زيليم يعني كنستناو لي ديرني زيليم فوقاش غادي يوجدوا نعرفوا فوقاش غادي نعملوا لهم لا بوز و بار لا سويت كنعرفوا هاد لا ديوري هادي فوقاش غادي تبدا يعني كنكونوا عرفنا الاخر عاد عرفنا الاول حيت هاد العناصر هادو كيتعطلوا كنضطروا ان نستناو اذا هاد العناصر هادو اللي غادي يوجدوا في هذا النهار هذا ياك اللي غادي يوجدوا في هذا النهار هذا غادي نكوليوهم او لا بليتو غادي نعملوا لهم لا بوز في النهار جي زائد 90 ياك اذا كيفاش غنعرف في هذا النهار هذا شنو غادي نعملوا غنعملوا ان لا فان دو بوز شنو هي لا فان دو بوز هي لا فان دو فابريكاسيون يعني كنستناو لا فان دو فابريكاسيون كنزيدوا لها 5 ايام ديال الدورتيسمون لو لوندومان ديال 5 ايام ديال الدورتيسمون يعني النهار اللي من بعد داك 5 ايام ديال الدورتيسمون كنعملوا لا بوز اذا هاد جي 90 شنو كتساوي كتساوي هي لا فان ديال الفابريكاسيون زائد 5 ايام زائد 1 زعما على غدا على غدا كنعملوا لا بوز اذا لا فان دو بوز هي الفان دو فابريكاسيون زائد الدورتيسمون زائد 1 حنا المشول عندنا ماشي ولا فان دو بوز هو لا فان دو فابريكاسيون كنعملوا كنقلبوا لا ليكواسيون كنحصلوا على فان دو بوز موان دورتيسمون موان زان فان دو بوز هو النهار جي زائد 90 دورتيسمون 5 ايام ديك النهار اللي زدنا هنا غادي نقصوا هو واحد جاتنا جي 84 اذا النهار الاخر ديال فابريكاسيون هو جي زائد 84 بويسك عرفنا هذا النهار هذا دابا خصنا نعرفوا هذا النهار هذا شنو غادي نعملوا الفرق من النهار هذا حتى النهار هذا هو ان الاولي هو الاولي في 61 يوم وهذا هو الاخر في 61 يوم اذا عندنا لو ديبي دو فابريكاسيون كيساوي هو لا فان دو فابريكاسيون لو ديبي دو فابريكاسيون هو لا فان دو فابريكاسيون موان لا دوري
توتال بلس 1 حيت الا ما عملناش ديك بلس 1 كنطيحوا في النهار جي زائد 24 يعني هو الوغ كو جي زائد 23 هو ديك النهار هذاك ما كيكونش داخل ديك الساعه تلاحظوا ان غترجع عندنا 62 يوم لا باش كنت تكون عندنا 61 يوم كترجع ديك النهار اللي نقصتيه حيت عملتي جي 84 ناقص 61 يوم كتعمل 1 زائد 1 باش كيبقاو عندك لا دوغي اكزاكت يعني مثلا هنايا اذا فيريفيتي جي 4 زائد 24 داخل وجي زائد 84 داخل حسبتي هاد النهار كامل غتلاحظ انهم 61 يوم صافي الوغ الا عملنا جي زائد 84 ناقص 61 عطاتنا جي 23 ملي غتحسب جي 23 حتى جي 84 غادي يبان بان عندك 62 يوم حيت جي 23 دخلتيها الوغ كنعملو ديك زائد 1 وباش كنقدو لي كالكول صافي اذا الخدمه ديال لا فابريكاسيون غتبدا في جي زائد 24 وغادي تسالي في جي زائد 84 اللي هي 61 يوم غتلاحظوا في هاد لاكورب هادي في المرحله الاولى اللي هي من جي زائد 24 حتى جي زائد 60 يعني النهار اللي قبل البدايه ديال لابوز كتكون عندنا غير الفابريكاسيون ابتداء من نهار جي زائد 61 حتى نهار جي زائد 84 في هاد المرحله كيكونوا عندنا لي دو طاش خدامين كاين شوفوش من بيناتهم يعني متزامنين كيخدموا في نفس الوقت يعني كاين الفابريكاسيون وفي نفس الوقت كاين لابوز المرحله الاخيره كتبدا من بعد لا فابريكاسيون يعني انطلاقا من نهار جي زائد 85 حتى نهار جي زائد 90 هذه كتكون عندنا غير لابوز هاد التقسيم هذا ثلاثه المراحل المرحله الاولى اللي فيها غير الفابريكاسيون المرحله الثانيه اللي فيها الفابريكاسيون والبوز المرحله الثالثه اللي هي فيها الفابريكاسيون البوز بوحدها هي اللي كتعطينا لي كوب لو كوب دو ستوك وكتعطينا لو ستوك ماكسيمال فوقاش غادي يكون اذا زيدوا شوفوا معايا هنايا لو ستوك ماكسيمال ملي كنكونوا كنعملوا غير لا فابريكاسيون لو ستوك شنو كيعمل يعني غير كنعملوا غير لا فابريكاسيون العناصر كيوجدوا كيدخلوا للستوك ياك وبواحد الريتم ديال شحال الريتم ديال 4 في يومين يعني بالريتم ديال 2 في النهار اولا قول 4 في يومين ياك اذا الستوك كيبقى يطالع طالع حتى النهار ديال جي 60 انطلاقا من جي 61 شنو كيوقع كيكون عندنا الفابريكاسيون والبوز الفابريكاسيون شحال كتعطينا 2 في النهار اللي هي 4 في يومين والبوز شنو كياخذنا من الستوك كينقصنا من الستوك 4 في النهار عقلتوا على الريتم لا كادونس ديال البوز انه كياخذ 4 في النهار اذا لو ستوك شنو كيوقع فيه كينقص انطلاقا من جي زائد 85 الفوق كيزيد ينقص حيت ديك الساعه كتكون عندنا غير لا بوز جوسكا اريفي على فالور زيرو يعني حتى كيخوى لو ستوك نهائيا الوغ فوقاش غيكون عندنا لو ستوك ماكسيمال في النهار الاخر ديال لوغمونطاسيون ديالو فوقاش كيكون كانت عنده لوغمونطاسيون هي ملي كانت لا فابريكاسيون بوحدها يعني من جي 24 حتى جي ماشي 61 حتى جي 60 يعني النهار الاخر قبل ما تبدا لابوز اذا في جي زائد 60 كان عندنا لو ستوك ماكسيمال صافي غادي نشوفوا كيفاش غادي نجبر اذا هو لو ستوك ماكسيمال كما شرحنا توتالو هو ديال جي زائد 60 ياك من حنا فوقاش كنحصلوا على العناصر دابا عقلوا معايا ان قلنا كنعملوا الكولاج وكنستناو يومين عاد كنحصلوا على العناصر يعني النهار الاول غنعملوا النهار الاول اللي هو جي زائد 24 غنعملوا الكولاج والكفراج والمولاج وفوقاش غيوجدوا هاد العناصر هادو في النهار جي زائد 26 ودي في نفس النهار غادي نعملوا المولاج ديال الاربع جدادين هاد الاربع جدادين غادي يوجدوا في جي زائد 28 اذا فوقاش العناصر كيوجدوا في جي زائد 26 جي زائد 28 جي زائد 30 يعني سيدو سويد حتى جي زائد 60 ياك هاد العدد ديال الايام هذا غتلاحظوا انه كيساوي كيعطينا 18 يوم 18 ضمن النهار اللي عملنا فيه الفابريكاسيون ديال اربعه د العناصر اولا غتقول هي 36 يوم ديال الفابريكاسيون ديال جوج العناصر هي في الواقع هي 18 ضمن النهار اللي فيهم الفابريكاسيون ديال اربعه د العناصر ولكن في لي كالكول كناخذو بحال اللي كان ماشي كنعملو 4 في يومين كنعملو جوج في النهار فعوت ما نعملو 4 في النهار في نهار 4 في النهار والو بحال اللي غادي نقولو اليوم اليوم جوج وغدا جوج غير باستثناء النهار الاول جي 24 اللي هذاك ما كنكونوش عملنا فيه الديكوفراج حيت كنا يلاه بدينا هذاك بحال اللي ما كيدخلش في الحساب دابا مثلا الا حسبتي من نهار جي 24 حتى نهار جي 60 غادي يجيك 37 يوم ياك غاتجيك 37 يوم إلا قسمتيها على جوج
باش تقول فين هما النهور اللي غيكون فيهم 4 في النهار، والنهور اللي غيكون فيهم ما فيهم والو غيجيك 18 ونص. يعني قلت 18 النهورة، علاش؟ حيت جي زائد 24 ما داخلش، ما حيت داك ما علينا فيه والو. وجي 25 بحال اللي هو، وجي 26 كيعطيونا 4، جي 27 مع جي 28 كيعطيونا 4 اخرين، يعني سيدي صافي. اذا اذا قدرت تفيري فيها كتجي باينه من جي 26 حتى جي 60، غير الاعداد الزوجيه غتجيب 18 يوم. فهاد 18 يوم كيوجدوا لنا 4 العناصر في ديك النهوره اللي ما بيناتهم، ما كيوجد والو، كيكون ديوكسيس، ما كنستناو بلوتو السيشاج، يعني كنستناو العناصر يبسوا باش نعملو ديكوفرس. اذا غتجينا هي 72 عنصر، يعني في النهار 60 غيكون عندنا في ستوك 72 عنصر. على غدا غيبدا ستوك ينقص، علاش؟ حيت السرعه ديال البوز كبيره بالمقارنه مع السرعه ديال الفابريكاسيون. السرعه ديال الفابريكاسيون كتعطينا 4 في يومين، يعني في المعدل ديال 2 في النهار، في حين ان البوز غتبقى تاخذ لنا 4 في النهار، يعني لو ستوك غادي يبدا ينقص. اذا لو ستوك ماكسيمال شحال كيساوي؟ هو 72 فوز. علاش؟ قلنا حيت على غدا غيبقى لو ستوك كينقص. هادشي هذا ملي كنرسمو لي كوب كيظهر مزيان. غنبداو لي كوب دو لي كوب دو ستوك، يعني 3 كوب دو فابريكاسيون، كوب دو بوز، اي كوب دو دو ستوك. نبداو بكوب دو فابريكاسيون. اذا هاد النهار الاول ديال الشونتي عندنا هو جي، فوقاش حنايا بدينا فابريكاسيون في جي 24. ها جي 24 باقي عندنا زيرو حتى نجي، يعني هنا هي في الحقيقه الكوب تقدر ترسمو طالعه بالدرج. علاش؟ حيت النهار ما كيكون والو، ونهار كيكون 4، نهار ما كيكون والو، ونهار كيكون 4، تبقى طالعه بالدرج حتى لهنا. يعني بحال دابا جي 24 يلاه بدينا، جي 25 ما غادي يكون والو، جي 26 يوجدوا لنا 4، جي 27 ما غادي يكون والو، جي 28 غادي يوجدوا لنا 4. فحال اللي غادي تقول عندنا جي 24 يلاه بدينا، جي 25 جوج، جي 26 جوج، جي 27 جوج، ان سي سويت حتى جي 60 جوج. غتلاحظوا بان هذه كتعطيك بلوتو ماشي حتى جي 60، حتى جي 84 بلا ديرو كامله. هاد 60 يوم اللي عندنا هي 61 يوم، كتعطينا 4 ديال العناصر في كل يومين. الكو لا بونت ديالو هي بلوس 4 باغ دو جور، اللي هي بلوس 2 باغ جور، زائد جوج في كل يومين. من هذا 84 حتى 24 هي 61 يوم، ولكن قلنا ديك النهار الاول فحال اللي ما داخلش، اذا كتعطينا جوج في 60 هي 120. اولا الا بقيتي كتقول نهار ما فيه والو، نهار فيه 4، غتعطيك نفس النتيجه 120 في الاخر. تقدر ترسم لا كوب بحال هكذا، وتقدر ترسم طالعه بالدروج لا ميم شوز، صافي. اذا هذه لا بيريود اللي خدمت فيها لا فابريكاسيون. دابا غنمشيو لا بيريود اللي خدمت فيها البوز. لا بوز فوقاش خدمت؟ خدمت من جي 61 حتى لجي 90، يعني في جي 60 كانت باقا زيرو، صافي. وغتمشي بالريتم ديال 4 في النهار، 4 في النهار واحد الريتم اللي هو ثابت، بلوس 4 باغ جور، ماشي بحال هنا بلوس 4 باغ 2 جور، لا هنا بلوس 4 باغ جور، لا بونت كتكون حاده اكثر، طالعه بالزربه. عندنا جي 60 ما داخلش، من جي 61 حتى جي 90 زائد 90 عندنا 30 يوم، 30 في 4 هي 120 عنصر، وغنساليو في النهار الاخر اللي هو جي زائد 90. في المرحله اللي قبل طبعا ما كانش عندنا البوز. لا كورب الاخير هو الكورب دو ستوك. الكورب دو ستوك شنو هو؟ هو الكورب دو فابريكاسيون مو لا كورب دو بوز. حيت الفابريكاسيون هي اللي كتعمر لنا الستوك، والبوز كتنقص لنا من الستوك. يعني فحال اللي غادي نوحدوا هاد جوج لي كورب، غنجيبوهم في نفس لوغراف، وغنعملوا العلاقه الناقص ما بين لي فالور ديالهم في كل نهار، غنحصلوا على هاد الشكل هذا. شنو كان عندنا؟ من جي حتى جي 24 ما كان والو، الستوك باقي خاوي، ياك. انطلاقا من جي 25 الستوك غادي يبدا يعمر بجوج في النهار، ياك، غادي يبدا يعمر بجوج في النهار اللي هي 4 في يومين. غيبقى يعمر من عندنا من جي 24 حتى جي زائد 60 كانت عندنا غير لا فابريكاسيون، حتى غيوصل 72. فهاد اللحظه لوندمان ديال هاد النهار جي 61 غادي يبدا البوز. البوز شنو كتعمل؟ كتاخذ لك 4 من الستوك، كتنقص لك 4، يعني من نهار 61 جي زائد 61 حتى جي زائد 84 غيكون الفابريكاسيون كتعاد كتزيدك جوج، ولا بوز كتنقص لك 4 زائد جوج ناقص 4 كتعطيك هي ناقص جوج، يعني الستوك كيبدا ينقص بجوج في النهار واحد المده ديال 24 يوم، من نهار جي زائد 61 حتى جي زائد 84، 24 يوم.
حتى هاد اللحظه هذه جي 84 شنو كيبقى في جي 84 لا فابريكاسيون وقفت ما بقاتش بقات لنا غير لا بوس شحال باقي لنا داك ديك الساعه ديال العناصر نتاكدوا عندنا هنا 72 ياك وعندنا هنا شحال عندنا 24 يوم فهاد 24 يوم كل نهار غينقصوا جوج 24 في جوج هي 48 غناخذوا عندنا فلوس طوق 72 غنقصوا منه 48 غيبقى لنا 24 فهاد اللحظه هذه في الجي زائد 84 غيكون باقي لنا في الطوق 24 عنصر لو لوندومان ديال 24 اللي هو النهار الجي زائد 85 لو لوندومان ديال الجي زائد 84 اللي هو الجي زائد 85 غيكون لابوز بوحدو حيت الفابريكاسيون سالات فهاد المرحله هذه لو ستوك شنو كيوقع فيه كينقص بربعه في النهار يعني كينقص بالزربه كتلاحظوا لابونت هنا كانت مايله بواحد الزاويه معينه هنا زادت مالت بالزربه باش توصل لزيرو شحال النهار عندنا من جي 85 حتى جي 90 غتلاحظوا بان هي 6 حيت 85 داخله ما تقولوش 90 ناقص 85 هي 5 لا خصك تقول 90 ناقص 85 زائد 1 حيت 85 داخله ياك اذا من نهار 85 حتى نهار 90 عندنا 6 ايام وكل نهار مات 6 ايام كينقص الستوك باربعه العناصر واش كتعطينا في الاخر زيرو نورمالمون خصها تعطينا زيرو عندنا 24 هي ايفيكتيفمون 4 في 26 ملي كنعملوا هاد لا فيريفيكاسيون كنجبروا في الاخر ديال لي طافو لو ستوك رجع زيرو ماشي شي قيمه سالبه ولا شي قيمه موجبه كنعرف بان لي كالكول ديالنا ما غلطناش هادشي اللي كاين والتوفيق ان شاء الله اللي بغى هاد الفيشي يصيفطوه له يصيفطوه له شكرا.